السلام عليكم شباب بنات، ويانا محاضرة أخرى. وياكم مهندس سيف من فريق اي او تي ميكر. أخذنا بالمحاضرات السابقة القضايا الأساسية للدات والبوش بوتون، أخذنا البوتنشوميتر، تعلمنا على الدي سي موتور، وتعلمنا على السيرفو موتور، وتعلمنا على ال سي دي. زين، محاضرتنا اليوم أيضا راح ناخذ في قطعة جدا مهمة بالأردوينو، واللي هي الكيباد. منا هسه هو مطلع بس البيسك كومبوننتس، احنا نروح على الاول او هنشوف الستارترز ممكن تكون بها الدائره جاهزه. تمام، مستر الدائرة هي ماكو، فاني لازم اربطها. هسه اجي اربط الكيباد. اول شيء نطلع منها الكيباد. هذه هي الكيباد، بها مجموعة ارقام من الواحد من الصفر للتسعة، وبها احرف اي بي سي دي، وبها الهاش، وبها النجمة. هسه بعد شنو احتاج؟ احتاج اردوينو. اجي هنا اكتب اردوينو. شوف هنا من اخلي اكو بنات مكتوب عليها را 1 ورا 2 3 و4، وعندي كولوم 1 الى كولوم 4. هذه هي ال سي دي 4 في 4، عندك اربع صفوف، وعندنا أربع أعمدة، لذلك عندنا أربع بنات للرو وأربعة للكولوم. هل أجيب هذا هنا وهذا هنا؟ زين، أحتاج بريد بورد. أول شيء خلينا نشتغل على الكيباد الوحدة، وبعدين نربطه بالـ LCD ونجرب نكتب به فتشي. طبعا ما بي 5 فولت وجراوند، ما يحتاج، هو راح ياخذها من الديجيتال بنز. هسه هذا رو 1 راح اربطه بديجيتال 2. زين، حاعطيه لون، خليه اخضر. رو 2 راح نطيه غير لون احمر، اسوي رو 3 راح يروح البن رقم 4. سوي لونه برتقالي، وعندي الرو 4 راح يروح البن رقم 5. سوي اصلا. هسه عندي الكولوم الاعمدة، الكولوم 1 راح البن رقم 6. كولوم 2 راح يروح البن رقم 7. وبقى عندي كولوم 4 راح يروح البن رقم 9.
العفو عبد السلام، ما افتهمت شنو اللي قصدته، ممكن تفتح مايك؟ نعم أستاذ، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الكونكتر الله. مالت الباد اي شنو أستاذ، أنت جاهز لو أنت ربطته؟ يا هو هذا؟ هذا أي هو هذا لا أي لا هو هو هذا ويا كيباد من تسحبها موجود؟ يعني جاهز؟ ها اي من هذه يعني مو فد شيء خارجي. أستاذ بس حبايب هسه قربة بس قربة بس قربة على مود نشوف الوايات. تمام، هسه قربه. هو باعوا من كولوم 1، العفو رو 1 رو 2 رو 3 رو 4 عندي، ويرجع عندي من كولوم 1 الى كولوم 4. اوكي بديت يعني من رو 1 بدا ببن رقم 2 وصعودا الى 9. بقى شوفوا الرسم هسه الربط باو عليه زين. تتربطون لو تريدون تربطون؟ إيه جنرال تمام. نعم دكتور. تمام عاد حطيكم 5 دقائق نربط بيها هسه 9:25، 9:30 نبلش.
تمام حبايب الربط اوكي. حبايب كملت الربط؟ أستاذ كمان البقية كملته. يا دكتور وصل وين كملت؟ تمام دقائق.
تمام. بس أنا هذا كود عندي جاهز، دورت لقيته. هنا الكود مسوي مال 3 في 4، يعني هاي ال A B C D ما موجودة، بي موجودة بس الأرقام والهاش والنجمة. طبعا أول خطوة تسوي include للليبراري مالت الكيباد. زين، تعرف عدد الصفوف وعدد الأعمدة. متغير صيغته constant byte، يعني نوع المتغير constant byte اسمه rows، ويساوي لنا 4، يعني عدد الصفوف هو 4. عرف متغير آخر هم constant byte، columns أو calls هو مسمي، عددهم 3. هسا نشتغل على 3 وبعدين نكمل على 4. هذه مصفوفة طبعا، كاركتر كيز سماها روز وكولومز، يعني كاركتر كيز فتح قوس مربع كتب روز وسده، فتح قوس مربع ثاني كولومز وسده ويساوينا، وفتح كيرلي براك، هذا هم كيرلي براك، هذا هو النهاية مال هذا، وبالنهاية خلي دبل كوتيشن. زين، الصف الأول هذا سوا 1 2 3 اللي هم ذني 1 2 3، الصف الثاني 4 5 6 اللي يقصد بهم ذني 4 و5 و6، الصف الثالث هي 7 و8 و9، هذه 7 8 9، الصف الرابع نجمة 0 شباك. هنا أنا معكوسة شوية، المفروض هذه تصير الستار نجمة، وهذه تصير الهاش، فأنا أعدلها. طبعاً إذا أردت أضيف الـ ABC مثل ما أسوي هنا، شي يكتب single quotation مو double quotation الكاركتر اللي يريده، طبعاً هي تطلع characters مو انتجرات. يعني هسا راح أحكي لكم شنو الفرق بين انتجر والكاركتر. فارزة single quotation الكاركتر اللي بعده وإلى آخره. فإذا أريد أضيف الـ ABC فهنا أنا أخلي فارزة single quotation A وسدة. عموما هسه خلينا نترك الموضوع نشتغل على الموجود. هسه قلنا نسوي include library، طبعا هاي كلها قبل الـ void setup، عندنا هذا الـ void setup وهذا اللوب جواه، لأن الأمور قبلها سواها. دائما تعريف المتغيرات وهذا يفضل يكون خارج السيتاب واللوب، حتى المتغيرات تصير يسموها global، يعني بأي مكان بالكود أقدر أستخدم ذني المتغيرات. المتغير اللي أعرفه داخل الفويد سيتاب أو أعرفه داخل الفويد لوب فهذا يكون local، يصيح ولا داخل الفانكشن فقط. لذلك الشغلات الرئيسية تتعرف خارج السيتاب واللوب. هسا قلنا keypad hash include keypad.h هذه موجودة، constant byte rows عددهم 4 دي يقول له، و constant byte calls 3، character keys حط له عدد الصفوف وعدد الأعمدة. طبعا هاي الخطوة أقدر أستغني عنها، أمسحها وهنا أنا أكتب 4 صفوف وهنا أكتب 3 أعمدة، كلش عادي، يعني هاي الخطوة بس للتوضيح ومو كلش ضرورية. زين، عرف متغير اسمه روبنز، طبعا هذه الخطوة هم يعني مو كلش أساسية بس الأفضل يعني تصير هيجي. متغير اسمه روبنز الصيغة مالته بايت. سؤال قبل ما أكمل، من يعرف شنو الفرق بين البايت والانتجر مثلا؟ البايت
هاي شغله ما ضروري تعرفوها. الانتجر الاعداد الحقيقيه اهي والبايت شاخذ البايت زين. عرفكم من هاي بال يعني بعلم الحاسوب او بعلوم الحاسوب الانتجر البايت الواحد كم بت بي؟ كم بت استاذ بال البايت الواحد؟ ثمانية بت استاذ. صحيح. شوفوا الانتجر الرقم الانتجر بأغلب لغات البرمجة ما نتعرف شيء كانتجر. أنت بالحقيقة من عرفت كانتجر تدري شنو اللي سويته؟ أنت حجزت له ميموري لوكيشن، مكان بالميموري، مكان بالرام. زين حسب أي تعريف هنا أنا. من جيت عرفت بايت خزنت بايت واحد بالرام. الانتجر أي رقم انتجر من تعرفه أو متغير تعرفه بصيغة انتجر فراح ينحجز له 2 بايت بالرام مالتك. زين طبعا من تروح للأردوينو سي سي يعني دائما تعلموا تطبون تبحثون بهذا الموضوع بالأردوينو سي سي. اروح documentation reference. تذكرون بداية الدورة قلت لكم هذا الموقع يفيدكم يعني بكل أمر وبشون تستخدمه. هسا عندك الديجيتال آي أو مثلا يحكي لك الديجيتال رايت والديجيتال ريد والبن مود، هذه الفانكشنات اللي احنا نستخدمها دائما. عندك الانالوج انالوج آي أو الانالوج ريد وعندك الانالوج ريفرنس وعندك الانالوج رايت. ذني الماث اوبريشنز العمليات الرياضية الابسولوت كونسترين الماب، هذه فانكشن الماب تذكروها. اكو فانكشن اسمها ماكس، فانكشن مينيمم، اكو باور، اكو اس كيو ار تي جذر ياخذ. يحكي لك دوال مثلثية موجودة. كوتشي اسمه الفاريبلز او الداتا تايبس. هم الداتا تايبس ذني كل انواع الداتا تايبس اللي يتعامل وياهن الاردوينو سي او لغه الاردوينو. عندك الاراي هسه هذه اللي سويناها مصفوفه، مو سوينا احنا مصفوفه للبنات، هذه قلنا هذه صيغتها رو اراي العفو. نشوف هنا شلون يحكي لك، يعني يحكي لك على المصفوفه شلون ده الصيغ. بزن الكود بزن الكود بلا زحمة عليك مال كيباد. أنا هسه بعدني ما مشتغل بيه فتشي يعني هذا أي هسه أكتب بيه كم شغلة نغير بيه كم شغلة ونرجع له أنتزلكم إياه. عموما سادة يحكي لك شلون تصير المصفوفة. فمثلا هسه نجي على الانتجر. هنا حكي طويل فدا يقول لك انه الانتجر يعني اعطيكم الخلاصه مال الكلام. يقول لك هنا الانتجر يخزن رقم يوصل مقداره الى 32767. بينما البايت خلينا نرجع البايت وهسه حقولكم ليش اختاروا البايت. انا ذني اللي معرفهم بايت اقدر اعرفهم كانتجر. هنا ما بعطي تفاصيل عليه هواية بس هو البايت يخزن رقم اقصى شيء 200. ها العفو هي انا مكتوب يقول لك a byte stores an 8 bit unsigned number from 0 to 255 فقط. هذا اكبر رقم ممكن يخزنه البايت. بينما الانتجر كان يخزن لحد 32000. زين
ليش لعدان هنا استخدمت بايت مو انتجر؟ اولا لان عندي ذن الارقام عددها قليل. اوكي ما راح اصل ل 32,000، فاني ماكو داعي اعرف متغير كانتجر واخزن واحجز بايتين من الذاكره مالتي على مود رقم واحد صغير. فايش اسوي؟ اعرفه كبايت، لان من تعرف متغير كانتجر خلاص لان البايتين انحجزن له، سواء الرقم كان 32,000 او اصغر. فبما ان عندي رقم صغير فعرفته كبايت. زين هسه متغير اسمه روبنز نوعه بايت وكتب له روز، يعني له علاقه بذني. ومتغير اسمه كول بنز يعني كولوم بنز هم نوعه بايت وكتب له كولز يعني مرتبط بالاعمده. ذني الارقام اللي انا اختاريتهن الروبنز ذني من روان اللي وتبدي من الأخضر وتنتهي بالأصفر. فشوفوا آني من الأخضر للأصفر هم من 2 إلى 5. فهنا إيش صار عندي؟ طبعا هنا مقلوبة صارت، المفروض هذا هنا صار 2، يعني البداية صار بالعكس، هذا 2 هذا 3 هذا 4. طبعا الناس ما متأكد، احتمال بالعكس، احتمال يعني يشتغل عندي. بس المهم بعدها اجى عندي امر متغير اسمه كيباد نوعه كيباد. هذا الكيباد هذا الداتا تايب او نوع الداتا هذا خاص باللايبراري، ما موجود بس بيها. اذا اللايبراري ما موجود راح يعترض عليه هذا. اوكي كيباد كيباد يعني متغير اسمه كيباد نوعه كيباد، هذا شي يساوي لي؟ يساوي لي كيباد بين قوسين make keymap. احط له هنا كيز كتب له. انطار row pins البنات الخاصة بالروز اللي هو هذا نفس المتغير اللي اسمه روبنز جابه حطه هنا واللي هو يحتوي على ارقام البنات مال الروز. بعدين فارز كول بنز يعني كولوم بنز انطاه هذا اللي بي رقم بنات الكولوم الروز والكولز اللي هنا ذن المتغيرات هذا وهذا. اوكي لهنا هذا خلاص. زين هسه كلهم الربطه بهذا المتغير اسمه كيباد واللي هو نوعه كيباد. هسه هنا اعرف السيريال مونيتور حتى يشتغل عليها يستخدمها. جاب متغير اخر نوعه كاركتر اسمه كي، ايش قال له؟ كيباد اللي هو هذا نفس الامر اللي سوى بي كيما دوت جيت كي، استخدم ويا فانكشن اسمها جيت كي كيباد دوت جيت كي. يعني هسه هذا الامر كيباد دوت جيت كي هو اللي راح يجيب لي الداتا من الكيباد. اوكي فانا هنا دا اخزنها بمتغير اخر اسمه كي نوعه كاركتر. الكيباد يعني هاي تطلع الكاركترز. هسه هذا الكود اف كي لا يساوي نانو كي شوف هذا كفد اعاز بالكيباد اسمه نوكي. فهنا قال له اذا كي ما يساوي نانو كي يعني بالعكس تماما، يعني اذا اكو كي انداس تعرض ليها بالسيريال مونيتور حاطه باف كونديشن، فاللي راح يصير انه فقط من اضغط
على الكيباد راح يطلع لي. هنا طلع عندي اشكال. ليش؟ استاذ مره قلت ضايفين في شيء بالتحديث او ما اعرف في شيء سويته وراح الوقت الايرو، ممكن دكتور استاذ يقول لنا شنو هو؟ تحديث ما اعرف كان في شيء من تسوي ستارت بالسيميليشن بس شو ما يطلع. هاش انكلود كيباد دوت اتش يعترض عليه. المكتبة قاعد يتعرض عليها، هي موجودة ليش ما يتعرض عليها؟ زين بالآي او اس ستريم استاذ شلون؟ هاش انكلود اي او اس ستريم دوت اتش. لا ما لها علاقة. سواء هنا اي لابراري جاي يعترض عليها. هذا اعتقد لان بدلت مكان النجمه بالمربع مو يجوز على مود هذا لو ما مو شو اسمه يعني قصدك هذا؟ اي مو كان قبل المربع اليسار والنجمه على اليمين يعني المفروض هذا ما يعترض عليها. هو الايرور قاعد يطلع خطوه خطوه ساعة بالبدايه بالاستدعاء المكتبه قاعد يطلع ايرور مشكله. اي لا مرات السبب هيك انه يخلي الغلط بغير شيء يبين. ما اكو مشكلة بالانترنت طبعا. حتى نفس الايرور اللي نفس الشيء. اي ما اعرف شيء غريب.
حتى الربط راح يعني. حجزك ما تشتغل؟ لا مو في المشكلة. والله دزيني دزيني على السرعة. اوكي بس يعني هذا نفس الكود اشتغل بارت، كانت مشكله بالانترنت. تمام هسه قلنا الكود من اضغط اي بوتون عندني معادل اي بي سي دي، لان انا ما رابطها راح يطلع لي بالسيريال مونيتور. شوف هنا المابينج مخربط، السبب انه البنات هنا بعدها ما متغيره. شوف لين عدد البنات مخربطه، قام طلع لي كتابه مخربطه يعني مو مثل ما متوقع، فلازم اعدلها. هذا يصير 2، هاي 3، هاي تصير 4، هاي تصير 5. نفس الشيء اللي بالنسبه للروز، هاي 6، لان انا الربط عكس المكتوب بالكود فلازم اعكسها. شوف هسه من ندوس 1 طلع لي 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
شوف عندي النجمة من أدرسها يطلع شباك، هاي لازم أغيرها بالكود. هنا يصير عندي نجمة وهنا يصير عندي شباك أو الهاش. هسه من أدرس نجمة يطلع نجمة ومن أدرس شباك يطلع شباك. هسه حد يزيلكم الكود هذا بعد التعديل او اذا تريدون عدلوا من يمكم. هسه بس عندي هذا السطر انعكس، كان بادي من الخمسة ورايح للاثنين، انا عكست سويته من الاثنين للخمسة، ومنها بادي من الثمانية للستة صار من الستة للثمانية. عدلون هسه وجربوا. جربت اليومكم الكود؟ شلون؟ عفوا الصوت مو واضح كان يقطع. اكو ما وصلنا شيء. لا لا ما عدلتوا، ما قلت لكم عدلوا الكود يعني. يلا هدزكم اياه بال ما وصل المصدر. شلون؟ هذا الكود دزيت لكم اياه بالشات. جربتوا الكود وصلكم؟ اي نعم استاذ. كلكم اشتغل عندكم ماكو مشكلة؟ اي استاذ ايش؟ جيد، البقية تمام زين. هسه حتى اشغل ال اي بي سي دي اول شيء هنا أنا اضيفه، اخلي فارزه سنجل كوتيشن كاركتر مال حرف الاي وسنجل كوتيشن اسده. نفس الشيء هنا أنا. هنا شنو عندي؟ عندي البي فارزه سنجل كوتيشن بي كابيتال
single quotation. Far is a single quotation. حرف C و single quotation. وهنا far is a single quotation D. قصد single quotation. هنا أنا عندي العمود الرابع ملغي ما مفعله هنا فش أخلي بين رقم 9 اللي هو مربوط بالرقم 9 وأخلي وياه بين رقم 9 هسه قل له start. هسه انتبه هنا نضاف رقم 9 وانتبه ان هذا العمود اللي نضاف عندي اللي هو هذا ABCD بس خلي يكمل يشتغل. هاي العفو هنا عندي غلط هاي لازم تصير 4 هذه هم تتغير كانت 3 صارت 4 number of columns. Void loop. معك مشكلة الكود صار تكرار بالكود. ليش؟ ليش ليش ليش؟ أستاذ ما أنا عدلت علي مالتي فيمكن صار يعني التعديل. إيه صحيح صحيح. اوكي يعني ما راح اشتغل بعد بيه لحد ما تكمل اي لا لا عادي فهسه طلع ال A ب ال B ال C ودي انضافن راح احاول اشتغلنا حتى زميلتنا تقدر تشتغل على الكود مالتها.
لا أستاذ عادي كمل أنت عادي ماكم أي لا لا أفضل يعني هاي مشاكل هاي راح تسبب طبعا هسه تقدرين تشتغلين يعني الكود مالتك براحتك. هسه الكود صار جاهز يا مش ده صار ريفرش راح يطلع. هذا الواحد 2 3 4 5 6 7 8 9 0 اي اوكي احمد. هذا بعدنا الكود القديم. استاذ هاي المصفوفة الفوق نفس الخطأ اللي كان عندي، هاي المصفوفة الفوق الأرقام صايرة والحروف خبط. أي. فهذول بس يمسحون. 1 2 3 4 5 6 7 8 6 صارت مكررة. أي أي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 هذه النجمة صفر تمام. هسه الكيباد كله شغال. هسه نسوي إعادة سريعة للكود.
أول شيء أعرف اللايبرري هاش include keyboard، أعرف متغير أخزن به عدد الصفوف. أوكي، أنا متغير مالتي اسمه روز، نوعه constant byte. طبعا أكو byte وأكو constant byte. إذا أريد أقرأ من سنسر أعرف byte، لأنه هذا خاضع للتغيير بمؤثر خارجي مو من داخل الكود. بس بما أن أنا هذا الرقم ثابت بالكود فأقدر أعرفه كconstant byte. أكتب const byte، بالحالتين راح يشتغل const أو غير const، بس الأفضل constant. فمتغير اسمه روز، نوعه constant byte، عرفته حتى ليش؟ حتى أخزن بعدد الروز، عدد الصفوف. متغير اسمه calls هنا بسميه، نوعه constant byte أيضا، حتى أخزن بعدد الأعمدة اللي هم أربعة. عدي هذا عدد الصفوف 1 2 3 4، وعدد الأعمدة أيضا 1 2 3 4. أوكي، يعني بما أنه دا أشتغل مصفوفة فلازم أنطي عدد أبعاد المصفوفة. زين، المصفوفة مالتي نوعها كاركتر، مصفوفة مال كاركترز اسمها كيز. من تعرف مصفوفة لازم تعطي عدد الصفوف والأعمدة اللي هو أخذ من ذني المتغيرين. أوكي، أجيت شلون عرفت المتغيرات مالتي أو الكاركترز اللي أريد أستخدمها شلون؟ بهذه الطريقة، أحط بين كل كاركتر أريده أحط بين single quotation فارزة، الكاركتر اللي بعده بنفس الطريقة single quotation فارزة اللي بعده فارزة اللي بعده. طبعاً أبدأ بكرلي براك وأسد كرلي براك مال كل صف، وبعدها أخلي فارزة. بالنسبة للبداية ونهاية الأراي نفس الشيء، كاركتر كيز روز كولومز يساوينا أفتح كرلي براك. أوكي، أبدي أحط الصفوف مالتي بهاي الطريقة مثل ما تشوفون، هذا الصف الثاني والثالث والرابع. من أخلص أخلي كيرلي براك وجهه يكون لليسار أو حلقة اليسار، وبالنهاية سيمي كولون مثل أي سطر برمجي. زين، جيت عرفت متغير اسمه روبنز. أوكي، نوعه بايت، تابع المن الذني الروز مالت المصفوفة، ومتغير اسمه call pins نوع بايت تابع العدد الأعمدة هذا اللي هو بالمصفوفة، ويساوي إنه حددت البنات ابتداء من 2 إلى 5. ليش من 2 إلى 5؟ لأن آني بادي روان من pin رقم 2 إلى pin رقم 5 بالربط. بالنسبة للcall pins بادي من 6 للـ7. ليش؟ يعني كولوم 1 مرتبط اللي هو هذا التركوازي مرتبط من 6، وآخر واحد الكولوم 4 اللي هو الوردي 9، فبادي 6 7 8 9. هنا انطيته أرقام البنات اللي تمثل كل كاركتر من ذني بهذا الأمر. زين، متغير اسمه كيباد، نوع كيباد، نوع مالته كيباد، هذا التعريف خاص بالمصفوف بالهاي لابر. إذا هذه ماكو راح يعترض على هذا، ما يقبله، لأن هذا معرف فقط داخل المصفوفة. فمتغير اسمه كيباد راح يخزن لي الداتا اللي جاي تجيني من المصفوفة. مش أكتب كيباد make key map keys، يعني سوي لي كي باب كي ماب من الكيز. منو هي الكيز؟ الكيز هي المصفوفة هذه، يعني من هاي المصفوفة سوي لي كي ماب وخزنه بكي باد. من الرو بنز والكولوم بنز اللي هن ذني، هاي الرو بنز والكولوم بنز، وطيت هاي الروز والكولز مالت المصفوفة. يعني هذا فد أمر خاص بالكيباد، هو بالحقيقة هذا function وهاي تابع الكود أكبر موجود داخل اللايبراري، بس بما أن الكود طويل ومعقد فسووا اللايبراري حتى يختصرون علينا الشغل. تمام، إحنا نخلص تهيئة الكيباد أو تعريف كالعادة void setup، سويت initialize للسيريال مونيتر حتى أستخدمه، جبت متغير اسمه
كي. طبعا هذا اقدر اعرفه برا عادي، بس هنا معرفه بالفويد لوب. كيباد هذا هو نفسه المتغير اللي سويناه له كي، ما بخزناها به. دوت جيت كي هاي فانكشن هم ايضا تابعه للمصفوفه. شلون السيرفر دوت رايت والهذا نفس الفكره مالته. كيباد دوت رايت يعني سيرفر، كنا نعرفه احنا نوع سيرفر. هنا الكيباد عرفته كمتغير نوع كيباد. هناك كنا نكتب دوت رايت، هنا انا دوت جيت كي. فهذا الامر كله راح يجيب لي الداتا من من الكيباد ويخزن ليها بهذا المتغير اللي اسمه كي اللي نوعه كاركترز. فالداتا اللي به هي عباره عن كاركترز مو انتجر. يعني هسه هذا الاردوينو ما يتعامل وياها كارقام، لا ده يتعامل ويا شكل رقم واحد، ده يتعامل ويا شكل رقم اثنين او شكل رقم ثلاث كاشكال. يعني ها على سبيل المثال اذا اردت اتحكم بالسيرفر من اعطي زاويه ما راح اقدر الا الى احول الكاركتر الى انتجر. يعني لازم اكو عمليه بسيطه بيناتهم. فهسه هذا سويته، قلت له اذا ماكو كي، ماكو كي مديوس، يعني هسه الكيباد مو بيزي ما ادوس بيه، اطبع لي محتوى المتغير كي هذا اللي جاي اخذ منه انا، واللي هو بدوره جاي يجيب لي الداتا من الكيباد. وهسه هاي جاي تشتغل بعضي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 نجمه هاش اي بي سي ودي. اوكي كلهن شغالات ماكو بهن اي مشكله. زين هسه هذا الكود كلش بيسك، كلكم جربتوا وشغلتوا ان شاء الله. اي صار يشتغل عندي يعني كامل. تمام الكود واضح، الرابط واضح، اكو اشكال عندكم؟ قبل ما ماشي تيدك استاذ اكيد ما حد عنده استفسار. حبايب لا حد يستحي يسالوا اي سؤال. مشكور مشكور، استغلوا وجودكم بالمحاضره. زين هسه بما ان الكل اشتغل عندكم راح اسوي غير كود شوي اكثر تعقيد، او مو تعقيد بس يعني اكثر تطور من هذا الكود. زين استاذ اذا هنا أنا اريد مثلا اعرض النتيجه مو بالسيريال مونيتور، اعرضها على ال سي دي شلون؟ اي هو هذا اول شيء راح اعرضكم بالسيريال مونيتور وبعدين نعرضها بال LCD. ماشي اوكي. بس بالمناسبه ما راح نشتغل على نربط ال LCD، راح تواجهنا مشكله ان البنات ما راح تكفي احتمال. يعني ال LCD تحتاج حوالي 6 بنات من اردوينو 1 2 3 4. فراح اضطر شو اسوي؟ اروح على الانالوج بنس. بالمناسبه البنات الانالوج ممكن ايضا تشتغل كديجيتال اوتبوت وديجيتال انبوت اذا عرفتها كديجيتال انبوت او اوتبوت، راح تشتغل ديجيتال انبوت اوتبوت. ثاني حبايب طبعا بالدوره السابقه يعني طلاب سووا مشاريع راح ننشرها ان شاء الله عن قريب، لان الفتره السابقه كنا مشغولين ما نشرت. هسه راح تنشر وتشوفون المشاريع اللي اشتغلوها. كان من ضمنها
انه مثلا سوى قفل مال باب على باسورد بالكيباد كده. راح اجرب ان شاء الله والله. شنو اللي طاير؟ طيب السؤال، المحاضرات العمل ايش وقت؟ شلون؟ العمل مو قلت اخر شيء يعني نظري بخمس اثنين لو بعد؟ والله هسه حاليا يعني نلتزم بالاونلاين. اوكي. طبعا الكود ما في مشكلة بس بسبب الإنترنت.
ما يقبل يمسح. عجيب. ما جاي يقبل يمسح، تخيل. يعني حتى رسمه مرة الأخ طيب طبعا انتظرونا كلش آسفاني بس تشوفون يعني الإنترنت شلون مو زين اليوم هواي أخرنا اليوم تظنين ضعيف خبرت على بالمنظمة خبرنا علي يقولنا التحديث جديد مع البوب جم تنقل الشبكة يا السالفة لا غير انتبني والله لا تفترض تحديث
تمام. بس المايك ما يفتح استاذ. هسه راح اسوي استخدم الاف كونديشن واستخدم وياه وحده من الدقم، مثلا وحده تطفي وحده تشغل. ايش راح اسوي؟ استاذ هاي قلت شو تسوي؟ راح اشغل واطفي الليد بالكيباد.
العفو. زين هسه الكود اشتغل، خلي اربط ليد عادي حتى يبين عندكم. راح اربط ليد على بنه 13 هسه اشغله واعيد لكم الكود، نشرح الكود يعني. عفوا. هسه الكود اللي سويته هو أنه من أدوس النجمة راح يشتغل الليد، ومن أدوس الشباك مثلا يطفى. هسه يعني هذا هو الكود بسيط. هسه انا اللي اريد اسويه هسه انا بس دا اكتب كاركتر باستخدام الكيباد. اوكي عم دا اكتب كلمه كامله او اكو فد شيء يسموه سترينج اللي يطلعون واحد واحد. زين هسه الكود انا اللي سويته قلنا كود بسيط، دا اقول له اف كي اللي هو هذا يعاز هذا المتغير اللي اسمه كي اللي دا ياخذ من هذا الكيباد دوت جيت كي اللي دا يجيب لي الداتا من الكيباد فدا يغذيه بالكي. فدا اقول له اذا كي يساوينا نجمه، طبعا ليش حطيت هنا بسنجل كوتيشن؟ ليش؟ لانه الداتا اللي جاي تجيني بصيغه كاركتر، فدا اقول له اذا كي يساوي لنا كاركتر النجمه فشو اسوي؟ ديجيتال رايت 13 هاي يعني حيشغل لي الليد. هسه دا ادوس نجمه اشتغل الليد، ودا اقول له اف كي يساوي لنا كاركتر الهاش او الشباك طفي لي الليد. هذا كود جدا بسيط. زين اذا اريد اكتب ككتابه بالسيريال مونيتر، اذا بالسيريال مونيتر فالعمليه سهله تتعلق بالاوامر مال السيريال مونيتر نفسه.
شلون أقدر أسويها؟ شو أسوي؟ هلا أول شيء نجرب نطلع هذا منه، أسوي له كات، خليه هنا أنا. شوف هذا منه أطلعه برا، اللي راح يصير عندي إنه دائما دا يطمع عندي، وهذا حاطه حتى لي ليروح عندي الحرف، يعني دي أقول له بس من أكو يعني بس من انضغط الكي أطبع. أنا من جربت أنقل هاي هنا ما اشتغل، أنا ذكرت أسويها بغير طريقة وكان يشتغل عندي. إذا ما تشتغل بس ليش الطريقة؟ زين هسه ايش راح اسوي؟ راح الغي الكود بعد مال الليد لاني حمسحن، وهذا راح امسحه. هاخذ ذني الاف كونديشن، راح اخذ واحد من عندهن بس احتاج. هسه اريده يكتب لي ان الارقام واحد بصف الاخ، كان هساني ويا كل دوسه تشوفون واحد يصير جوا الثاني. اوكي ما يطلع لي فشي واحد بصف الاخ، انا بدي اسوي اكتب كتابات واحده بصف الاخ، فش اسوي هنا أنا. راح اسوي سيريال دوت برنت، راح اسوي سيريال دوت برنت. ايش راح يصير؟ راح يصير واحد بصف الاخ. زين اذا اريد انزل سطر جديد شلون؟ هسه هنا طلعت لي مشكله جديده، شو اسوي؟ داخل هذه خليه حبيبي، إذا دست النجمة شو يسوي لي؟ راح يطبع لي سطر جديد. فقط أجيب هذا الإعاز هنا، أنا هذا أفرغه وهنا أخلي برنت ألان. هسه خلي امسحها. هسه أوكي ليكتب واحد صف الاخ، من ادوس النجمة بدالي بسطر جديد. هسه فهمت انا شنو سويت؟
أحد عنده استفسار على الموضوع؟ حبايب مفهوم؟ هسه هذا طبعا زايد هذا. يعني هسه احنا قلنا هذا الامر بس حتى ليفل يطبع داتا فارغه. اوكي؟ هذا اذا اشيله من راح اكتب كاركتر هو اوتوماتيكيا يقلب راح يقوم يقلب من وحده فما راح الحق يشوف الداتا مالتي. فدا اقول له اف كي لا يساوي انه نو كي. يعني العكس انه فقط اذا اكو دوسه يلا تطبع. زين هسه انا عندي شغله الاخ انه حتى النجمه جاي تطلع عندي ما اريد تطلع النجمه. أنا بس أبدأ أستخدم النجمة حتى أبدأ بسطر جديد. هنا لازم أضيف أمر الأخ. عندي طريقتين هذه راح اشيلها من ناحيه جوا سوري هذا لازم يصير هنا وهذا حجيله هنا. اذا استخدم اف و الس احقق هاي القضيه. سو اوكي دي اكتب طبيعي هسه قام تطلع عندي النجمه قام راسا يطبع. شوف إعاز الاف والالس يعني هسه انا استخدمت امر هو الاف والالس دا اقول له اذا نجمه فشنو سوي لي سطر جديد ابدي لي بدايه جديده بسطر جديد. الس يعني اي شيء غير النجمه اطبعه. اوكي من استخدمت اف والس بالموضوع صار بهالشكل انه اذا جاك نجمه فقط نفذ هذا الإعاز اللي هو serial.println else يعني هو أي شيء ما عدا النجمة اطبع عليها بس serial monitor من خلال هذا الإعاز. احنا مو قلنا الاف هي عندنا الكونديشن وعندنا يسموها الستيتمنت. هذا الكونديشن هو الشرط انه اذا كي يساوي لنا كاركتر النجمة والستيتمنت مال هاي الاف هو السيريال برنت ln. اوكي فاذا تحقق هذا الشرط اذا الكي كان فعلا يساوي لكاركتر النجمه فسيريال برنت ln وفارغه يعني فقط كانما سوى شلون تدوس انتر من تشتغل بالوورد او غير برنامج تدوس انتر ينزل سطر فشغله النجمه صارت فقط انه ينزل سطر. هاي الالس تابعه لهذه الاف طبعا لازم تصير وراها مباشره اذا اكو امر بيناتهم راح تصير مشكله. خل اجرب احط هذا الامر هنا هذا صار بين الاف والالس. شوف هنا أنا اعترض
هنا اعترض عليه يقول لك expected انه يلقى curly bracket لليسار اللي هو تابع للاف كونديشن. فمن حطيته بين الاف والارث صار عندي ايرور، يعني هذا الشيء برمجيا غير صحيح وما يقبل الاردوينو. فالالس لازم تصير مباشره ورا الاف حتى يعرف البرنامج او يسمي احنا الكومبايلر يعرف انه هاي الالس تابعه لهاي الاف. يعني في حال تحقق الشرط راح ينفذ هذا، في حال ما تحقق الشرط راح ينفذ هذا الستيتمنت، واللي هو انه حيظل يكتب انه هسه من اشغل اي دقمة ادوسها ما عدا النجمة اللي راح يتحقق عندي هو هذا، هذا اللي راح يتنفذ، فراح يطبع عليها سواء 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 الاي والبي والسي والدي والشب والهاش، لان يكون هن يطبعها. بس من ادوس النجمه فقط اللي يسويه انه ينفذ هذا اللي هو فارغ. شوف كتوضيح راح اقدر اكتب شيء هنا انا حط بين دبل كوتيشن ذكر بالسيريال برنت، من حط دبل كوتيشن يطلع لي الكلمه كما هي. هنا نسيت الدبل كوتيشن اللي بالاخير فاعترض. هسه قمت من ادوس النجمه يقول لي نيو لاين. شوف هسه هم صارت عندي مشكلة انه النيو لاين يطبع صفة والكتابة الجديدة تبدي جوا. منو عنده فكرة شنو ممكن يكون الحل هاي الحالة؟ احد عنده فكرة؟ يعني بالنسبة لي اعرف شنو الحل، بس انتو شنو رأيكم؟ طبعا بالنسبة للسيميلات نسألة قاعدة اذا اريد نكتب بالLCD فهذا راح يكون موضوعنا ان شاء الله بالمحاضرة القادمة. مو بس كتابة بالLCD ايضا راح نجرب نسوي نكتب باسورد، ومن يكون الباسورد صحيح فقط بهاي الحالة راح يتنفذ عندي فتشي. فهسا قولوا لي شنو الحل بهاي مشكلتنا. استاذ بس شنو سؤالك ممكن تعيد؟ هسا انا اللي دا يصير عندي، انا اللي اريده اكتب كتابه ومن ادوس النجمه يطلع لي نيو لاين جواها، ومن ارد اكتب يكتب لي بصف كلمه النيو لاين. بس مو هذا اللي دا يصير عندي هسه، دا يصير عندي غير شيء، ان النيو لاين تكتب بصف السطر القديم والسطر الجديد يصير جواها. استاذ خلي داخل قبل هاي النيو لاين، قبل النيو لاين اخلي سلاش ان. لا
هاي ما تشتغل بالأردوينو سي، هاي بغير اللغات. اللي يصير شو راح يسوي؟ كوبي هاي، ارجع افرغها هاي، هم تصير سيريال دوت برنت. تمام، يعني اللي دا اسويه انه من ادوس النجمه ينزل سطر باستخدام البرنت ال ان، يعازل السيريال دوت برنت ال ان، يعني يطبع بسطر جديد، يعني يطبع وراها ينزل سطر. اوكي، البرنت ال ان يعني مو هي اللي راح تطبع لي بسطر جديد، لا هي حتطبع بسطر وورا ما تخلص طباعة السطر تنزل سطر جديد، تبدأ سطر جديد، بحيث السيريال برنت اللي بعدها راح تكون تبدأ بسطر جديد. لذلك أنا كان عندي على الطريقة القديمة اللي دي يصير هسان الكونديشن مالتي اذا كان نجمه فسيريال برنت ال ان، ركزوا لي على ال ان، نيو لاين، فايش راح يسوي؟ راح يطبع باللاين القديم وراها يلا يعبر سطر جديد. اوكي، هسه هاي القديمه والله، شوف راح يطبع صفها نيو لاين والسطر الجديد يصير جواها. انا مو هذا اللي اريده، فسويت شلت الكتابة من ال ln، لأن هذا راح يطبع يا الله ينزل، والكتابة اللي بعدها تعتبر بالسطر الجديد. فأنا إيش أسوي؟ print ln حتى ينزل سطر جديد ويكون فارغ ما يملي شيء بالسطر القديم. بعدها أكتب new line، بعدها إيه كتبت new line باستخدام عازل print، لأن print راح يكتب بنفس السطر بس يبقى بي ما يعبر. من ادوس نجمة طلع لي سطر جديد وراح يطبع لي بنفس السطر. يعني استاذ الفوق انطينا لها 11 فراغ حتى ينزل جوا ويكتب نيو لاين، مو صح؟ بالضبط، لان هذا قلنا يطبع يلا ينزل. اوكي، يطبع بعدين ينزل بسطر جديد، بحيث الكتابة اللي بعدها ويعاز السيريال برنت اللي بعده هو اللي راح يكون بالسطر الجديد. اوكي، مو اللي كان بالسيريال برنت ln. فأنا يسوي سيريال برنت ln فارغة وبعدها سيريال دوت برنت حتى يطبع نيو لاين، هاي الكتابة مالتي، يعني يطبع العبارة اللي بالداخل مو نيو لاين، مو إلا نيو لاين، واللي عاز اللي بعده ما راح يروح السطر الجديد، لا راح يبقى بنفس السطر، لأن هذا اللي عاز ما ينزل سطر. مفهوم هذا الموضوع؟ يا استاذ مفهوم عشتي. تمام حبايب، هسه البقية عندكم استفسار حول الموضوع؟
مفهوم هذا؟ استاذ مفهوم البقية. نعم استاذ. نعم استاذ مسألة الباسورد المحاضرة الجاية راح استخدم الكي استاذ لو غير لا نستخدم الكيباد نفس الترتيب يعني. اي نعم. وشاشة LCD لو يعني ممكن نسوي ب LCD او ممكن ال LCD حيكون تاسك يعني اعطيكم هنتات على الموضوع ويصير بعدين موضوع بال LCD اذا تفضل. لا هالمرة أنا الكود ما راح أعطيكم يعني يعني كودات مفروض بعد ما أعطيه بالبداية تعطيه لأن كنا بالبداية الدورة بس هالمرة الكود بعد ما أنقله يعني بالبداية نقلته فهسه هي تعديلات بسيطة صارت عليه فهذا الشيء بعد أنتم تكتبون. تمام عبد السلام راسلني لعد بس انت على الخاص بالواتساب راسلني بس البقية ما راح نعطيكم الكود لان المفروض تكونون فهمتوا. تمام حبايب هسه هذه يعني كانت نهاية محاضرتنا تعذرون شوي طلعنا عن الوقت وايضا اعتذر منكم صارت هواي مشاكل بالانترنت وعطلتنا فان كان ببالي نعم. لا العفو استاذ شخص زميلي اللي عاصم يعني راسلني طلع من النت والنت يعني ضعيف على مود الفورم مع الحضور استاذ. شنو اسمه؟ هو هي انا رجع دخل عاصم. ها تمام يعني راسلني قال النت طلع حول بيانات و اي تمام هاي الموضوع. تمام دكتور ليش احنا شو وقت سجلنا حضور انا انا حاضر ابد انقطع عن المحاضره يعني نهائيا لا انقطع عندي نت لا شيء بعد ما سمعتك فوق بعدني ما ذاته. اه اوكي مو تقول تمام. تمام حبايب هذه كانت نهاية محاضرتنا ان شاء الله تكونوا استفاديتوا وفهمتوا المواضيع اللي تطرقنا لها وان شاء الله نلتقيكم بمحاضرة ثانية.